في استعراض واضح للقوى، أرسل الجيش الأمريكي قاذفة من نوع B-52 إلى كوريا الجنوبية بعد تجربة تفجير قنبلة هيدروجينية أجرتها كوريا الشمالية قبل أيام قليلة. التجربة أثارت استياء عالميا ورفعت حدة التوتر مع الجارة سيول. الولايات المتحدة تؤكد على التزامها الأكيد والصامد في الدفاع عن الجمهورية الكورية الجنوبية ولحفظ الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية من خلال توسيع وسائل الردع من قواتنا التقليدية ومظلتنا النووية. نؤكد على أن سلاحنا الجوي جاهز للرد على الاستفزازات بقوة وبحزم في أي وقت وأي مكان وبأي شكل. زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون زار قيادة الجيش واعتبر تجربة القنبلة خطوة للدفاع عن النفس، هدفها حماية المنطقة من خطر حرب نووية يتسبب بها الإمبرياليون بقيادة الولايات المتحدة وفقا لقوله. ووسط التوتر في شبه الجزيرة الكورية، أجرت اليابان الأحد مناورات عسكرية سنوية شارك فيها 300 مظلي من الفرقة النخبة الأولى المحمولة جوا. حين نتكلم عن الحرب أعتقد من الأفضل تجنبها، لكن من المهم أيضا الإعداد لها. ترفض طوكيو قبول استفزازات بيونغ يانغ المستمرة لاختبارات لأسلحة نووية، وبدأت في إجراء التدريبة العسكرية السنوية التي شاهدها 12 ألفا من اليابانيين.